السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله عايزين ناخد اخر لسن معانا ان يونت 2. لسن 3 بيتكلم عن الموشن، الحركه. اولا يعني ايه موشن؟ لو انا دلوقتي بعمل ووكينج، فانا كده عملت تشينج ان ماي بوزيشن، غيرت البوزيشن بتاعي، تمام. ودايما الموشن مصحوبه باني بحسب معاها تايم، فكلمه موشن معناها تشينج ان الاوبجكت بوزيشن از التايم باس. طيب تو ديسكرايب الموشن، عشان اوصف الموشن اوكي، هحتاج ان انا اتكلم عن السبيد. والسبيد دي بتبقى عبارة عن الديستنس اللي covered by car او by any moving object in a unit time. الديستنس هتتقاس بالمتر، واليونت تايم هنعتبر ان هو سكند، يبقى اليونت اوف ذا سبيد از متر بير سكند، على اعتبار ان انا اعتبرت ان الديستنس بالمتر واليونت تايم هي السكند. تاني بارت في الليسون بيتكلم على حاجة اسمها relative motion، الحركة النسبية. يعني ايه relative motion؟ قبل ما ناخد الديفينيشن تعالى ندرس الحالات بتاعة relative motion. if there is two cars، لو في two cars both of them move in the same direction، بيتحركوا في نفس الاتجاه وكمان بيتحركوا in the same speed، يعني نفس ال direction and the same speed. if you look to the driver of the other car، لو انت قاعد في الريد كار اوكي وبتبص على الدرايفر اللي في اليلو كار، you will imagine that your car and the other car doesn't move. بديهي ان انت باصص على الدرايفر التاني فشايفه في نفس مستواك كأنه ما بيتحركش. فحتى لو انت وهو كنتوا بتتحركوا بسبيد 100 كيلومتر بر اور، في النهاية هيتهيأ لك انه both of you doesn't move، او بمعنى تاني your speed is zero، انه السبيد بتاعتك والسبيد اوف الاذر كار زيرو. ولكن طبعا ده مش حقيقي، عشان كده سمينا الوصف ده بان هو ايه relative motion. طب لو التو كارز موف in the same direction، في نفس الاتجاه ولكن ب different speed، يعني انا راكب مثلا الريد كار والريد كار موفينج with higher speed than اليلو كار، تمام. في الحالة دي انا ماشي بسرعة اوكي، سبقت اليلو كار، فهيتهيأ لي ان اليلو كار موفينج باكورد، مع انها في الحقيقة موفينج with me in the same direction. الكلام ده برضو ينطبق لو انت ماشي برضو بالريد كار وقابلتك another car، بس الكار دي كانت in rest state او doesn't move او stopping car، يعني ما بتتحركش، برضو انت هتسبقها، فهيتهيأ لك ان الاذر كار moving backward، مع انها في الاساس doesn't move. يبقى دي برضو يتقال عليها اوكي relative motion. الحالة اللي بعد كده معايا two cars، نفس الفكرة move in the same direction، بيتحركوا في نفس الدايركشن like الحالة اللي فوق، ولكن انا المره دي هقعد بقى في الكار اللي موفينج ويز لوور سبيد، اللي بتتحرك بسرعه اقل، او اكون قاعد في الكار اللي هي دازنت موف اصلا. يعني انا قاعد في الكار بتاعتي والكار بتاعتي دازنت موف، وفي انذر كار باس بيسايد مي، عدت قدامي، انت بقى اللي في دي، يبقى انت اللي هيتهيأ لك ان يور كار موفينج باكورد. اوكي، يبقى الحاله دي والحاله دي الاثنين زي بعض، ولكن هي الفكرة انت اللي قاعد فين. لو انت اللي قاعد في الكار اللي موف فاستر اوكي، يبقى الاذر كار you will imagine that the other car moving backward، بتتحرك للخلف. طب لو انا بقى اللي قاعد في الاذر كار، اللي هي الكار اللي هي كانت في حالة الريست او الكار اللي moving slower، هيتهيأ لك ان الكار بتاعتك لما تعدي جنبك عربية ماشية بسرعة، هيتهيأ لك ان انت you are moving ايه backward. طيب اخر حالة للريلاتيف، انه يكون التو كارز موفينج ان اوبوزيت دايركشن، بيتحركوا في اتجاهات عكس بعض. طب وانا هركب في انهي واحده؟ انت راكب في الكار اللي موفينج ويز هاير سبيد والاذر كار موفينج سلوور ذان يو. طيب لما امشي جنبها اي ويل ايماجين ذات ذا اذر كار هي اللي موف بهاي سبيد، رغم ان انا اللي اسرع اوكي، لكن هيتهيأ لي ان الاذر كار هي اللي موفينج بهاير سبيد، تمام. في النهاية أنا أقدر أقول إن relative motion هي عبارة عن change in the object position أو change in the object direction، في اتجاه الحركة بتاعته. والكلام ده دايما طالما motion، الميس قالت إن الموشن إيه بتتحسب دايما إيه as a time pass. طب وصفي للموشن بتاعت الأذر كار بيعتمد على إيه؟ relative to another object، في object تاني واقف، سواء بقى بيتحرك بعربيته أو واقف، في الحالتين هو بيوصف الموشن. اوكي، يبقى دايما ال relative motion هي عبارة عن change في object position or direction as a time pass relative، والمرجعية بتاعتي بتبقى another object،
او نقدر نقول fixed point، نقطة ثابتة ما بتتحركش. النقطة دي بنسميها frame of reference. اوكي، طب ال frame of reference ده ليه definition؟ هي fixed point، ما انا لسه قايلة فوق انها fixed point. بتوصف ايه؟ يا اما determine ال object position، بتحدد مكان ال object، or describe its movement، بتوصف الحركة بتاعته. وبناء على الكلام ده انا هدرس دلوقتي ان انا عندي types للموشن، هما نوعين، نوع اسمه transitional والنوع التاني periodic. الترانزيشنال موشن هي عبارة عن ايه؟ معايا اوبجكت كان قاعد في initial position، عمل موشن عشان يوصل للفاينل بوزيشن، زي بالظبط لما انت تعمل ووكينج، بيبقى في initial position، نقطة بتبتدي منها الحركة، وفي فاينل بوزيشن. الترانزيشنال موشن لازم يبقى فيها initial وفاينل، وبيحصل فيها تشينج للاوبجكت بوزيشن اكيد طبعا. والموضوع ده الريفرنس فيه fixed point، اللي هي سميناها ايه؟ frame of reference. اوكي، وطبعا as the time pass، او ممكن اقولها from time to time، هي between initial position and the final position. يبقى تاني transitional motion هي change حصل in ايه؟ change in the object position relative to fixed point between brackets اللي هي frame of reference، والكلام ده from time to time، ولازم اقول في النهاية ان هو between initial and the final position. انما ال periodic motion، الحركة الدورية، الحركة دي هي اكتر حاجة مشهورة فيها انها regularly repeated، يعني بتتعاد، يعني ال object بيفضل يعيد ال motion دي، وبرضو طالما motion يبقى بيعيدها in equal period of time. يعني مثلا لو هو بيعيد ال motion، مثلا بيعمل for example ال ball دي بتعمل moving in a circular path، بتعيد الموشن دي every one second، يبقى فعلا هي motion regularly repeated in equal period of time. طيب يبقى الفرق ما بين transitional والperiodic ايه؟ ان الperiodic repeated regularly. اوكي، الترانزيشنال دايما بيحصل change للobject position ما بين initial و final position، في الperiodic مفيش initial و final position. طب اديني example يا ميس. الترانزيشنال اي اوبجكت بيغير البوزيشن بتاعه يبقى هو بيعمل ترانزيشنال موشن، سواء كنت انت كبيرسون، سواء كان الموشن اوف البايسكل، الموشن اوف الكار، الموشن اوف الترين، طالما حاجه بتغير البوزيشن بتاعها وسابت المكان الاولاني وراحت لسكند بليس يبقى دي ترانزيشنال موشن. امال البريودك؟ البريودك عشان اديك اكزامبل لازم اعرفك انها بتتقسم ل 3 تايبس: فايبريتنج موشن، سيركولر، ويف موشن. الفرق بينهم اوكي ان انا هاخد اكزامبل على كل نوع. الفايبريشنال موشن اللي هي الحركه الاهتزازيه، زي مين اللي بيتهز وهو بيتحرك؟ السيمبل بندوليوم اللي احنا خدناه ان فيرست تيرم. اوكي، يبقى انا ممكن اجي اقول لك السيمبل بندوليوم از بيلونج تو نقط بريودك موشن، يبقى انا عايزك تقول لي ان هو فايبريتنج. اوكي، طيب الويف موشن، سوري، البريودك موشن ممكن تبقى سيركولر موشن، حركه دائريه، زي مين اللي بيتحرك في سيركولر موشن؟ المون ريفولف اراوند ذا ايرث. وممكن كمان ازود انذر اكزامبل، الايرث وين ات ريفولف اراوند ذا سن، هي كمان بتعمل سيركولر موشن. اخر نوع عندنا الويف موشن، الحركه الموجيه، ودي برضو بريودك موشن، زي بالظبط لو رميت ستون في الووتر هلاقي الووتر بدات تعمل ويفز، موجات. اوكي، يبقى الويف موشن الاكزامبل عليها ايه؟ الووتر ويف. اوكي، الووتر ويفز. طيب من كل ده انا هدرس الووتر ويف بالتفصيل، سوري، الويف موشن بالتفصيل. طيب تعالى ندرس الويف موشن. هنقسم الويف موشن لميكانيكال والكتروماجنتيك. اوكي، يبقى انا عندي الميكانيكال ويفز والالكتروماجنتيك ويفز. مهمه قوي الكومباريزون اللي بين الاثنين. يعني ايه ميكانيكال ويفز؟ الميكانيكال ويف عشان يحصل لها ترانسفير، عشان تتنقل، محتاجه ان يبقى فيه ميديوم تتنقل فيه. فور اكزامبل مثلا الساوند اللي طالع مثلا من التلفزيون عشان يوصل ليور اير، لودانك، اوكي، لازم يتنقل في ميديا. طب ايه الميديا اللي هو بيتنقل فيها؟ ما بينك وما بين التلفزيون في اير، يبقى فعلا في ميديوم. اي ميكانيكال ويف عمرها ما هتتنقل الا لو في ميديوم، وبالتالي الميكانيكال ويفز اكيد يعني don't travel in the free space. يعني ايه الفري سبيس؟ اللي هو الفاكيوم، اللي هو الفضاء يعني. اوكي، يبقى الساوند، اوكي،
need a media to travel through or to transfer through. وفي نفس الوقت هو don't travel in ال ايه in ال free space or ال vacuum. عكس الكلام ده بالظبط في الالكترومغنيتيك ويف. الالكترومغنيتيك ويف الديفينيشن بتاعها انها ويفز اوكي don't need a media to travel through، ما بتحتاجش medium to travel through. يعني معنى الكلام ده ايه؟ انها able to travel فين؟ in the space or in the vacuum. تمام، مهم قوي الجزء ده. يبقى الديفينيشن بتاع الاتنين opposite لبعضه. اوكي طيب الميكانيكال ويف originated من ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي بتتسبب في حدوث الميكانيكال ويف؟ انه يحصل ان الميديم بارتكل اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي سواء كانت اير او ووتر او سوليد لازم يحصل الميديم بارتكل للجزيئات بتاعت الميديم فايبريشن تتهز عشان تطلع لك الميكانيكال ويف. يبقى الميكانيكال ويف originated from او result from vibration of الميديم بارتكل. طب والالكترومغنيتيك ويف عشان تطلع محتاجه ايه؟ مجرد محتاجه الكترومغنيتيك فورس، هي مرتبطه بالالكترومغنيتيك فورس من اسمها كده. اوكي طيب اخر حاجه في الكومباريزون ما بين الاثنين، الميكانيكال ويف ليها سبيد والسبيد بتاعتها ريلاتيفلي لو، السرعه بتاعتها قليله، في حين ان الالكترومغنيتيك ويف اللي هي ترانسفير ان ذا سبيس بتتنقل في الفضاء هاز اكستريملي هاي سبيد، السرعه بتاعتها عاليه جدا. مقدارها قد ايه؟ 300 مليون متر بير سكند، الرقم ده لازم يتحفظ. اوكي يبقى السبيد اوف الالكترومغنيتيك 300 مليون متر بير سكند. خلصنا الكومبير، فاضل بس اعرف الاكزامبل على كل نوع. الميكانيكال ويف عندك بس تو اكزامبل، ساوند ويف والووتر ويفز. انما الالكترومغنيتيك بقى ويفز كتيره ولازم اعرف اسمائهم عشان انا ممكن اجي لخبطك اجيب لك اي واحده منهم واقول لك هي بيلونج للالكترومغنيتيك اور الميكانيكال. عندي اللايت ويفز، عندي المايكروويف، عندي الراديو ويفز، اكس رايز، جاما رايز، وعندي حاجه اسمها الترا فايلوت وانفرا ريد رايز، والاثنين دول emit from the sun. اوكي ممكن حاول تربطهم، انه افتكر ان المايكرويف عندنا جهاز في البيت اسمه مايكرويف، الراديو في راديو كمان في البيت. اوكي الالترا فايلوت والانفرا ريد اعتقد انها مش اول مره تسمع الترا فايلوت، دول emitted from the sun. انا ممكن اجي اقول لك ايه space and space are from الالكترومغنيتيك ويفز ذات emitted from the sun. يبقى انا مش عايزه من دول كلهم غير مين؟ الالترا فايلوت والانفرا ريد. يبقى تذكر من السؤال عشان ابقى عارف هختار ايه. طيب سؤال بقى مهم، اللايت اللي بيجي لنا من الصن السبب فيه انه الصن بيحصل عليها نيوكليير اكسبلوجن، يعني في انفجارات نوويه بتحصل على السيرفس بتاع الصن. اوكي طب انا في النهايه بيوصلني ايه من الصن؟ بيوصلني اللايت. طب can I hear the sound of the solar explosion؟ هل انا بسمع صوت الانفجارات اللي بتحصل على الصن؟ لا. طب اشمعنى؟ اشمعنى we cannot hear the sound of the solar explosion مع اني اوكي I see the sunlight، مع اني بشوف السنلايت؟ الاسئله دايما اللي بيبقى فيها اكزامبل اوكي واحد على الالكترومغنيتيك واحد على الميكانيكال، رجع كل نوع من الويفز للتايب بتاعها. يعني انا هقول له السبب في ده انه السنلايت من الالكترومغنيتيك ويف والساوند من الميكانيكال ويف. طب وقارن من ناحيه ايه؟ فكر كده، هو ما بين الارث والسن في ايه؟ في سبيس فاكيوم. طب وده معناه ايه؟ معناه حضرتك ان الساوند will not be able to travel in a vacuum لانه من الميكانيكال ويفز that need a medium to propagate through او to travel through، في حين ان اللايت من الالكترومغنيتيك، واحنا لسه قايلين ان الالكترومغنيتيك مالهم they don't need a medium to travel through، وبمعنى تاني they able to transfer in all media and the free space، يعني ممكن يتنقلوا سواء في السبيس او لو في ميديا يتنقلوا فيها برضه. اوكي طيب السؤال ممكن يجي بطريقه مختلفه، وابقى برضو هعمل كومبير ما بين الاثنين، انه يجي يقول لي السؤال موجود تحت عندك في نفس البيج تحت، بيقول لك انه we can see lightning، انا ممكن اشوف البرق وبشوفه دايما before hearing the sound of thunder. يعني احنا دايما we see lightning بنشوف البرق وبعد كده we hear the sound of the thunder. طب ليه؟ give reason. هعمل ايه؟ هرجع برضو زي ما قلت كل نوع من الويفز للفاميلي بتاعتها. اللايتنينج ده عباره عن لايت، يبقى ده بيلونج تو مين؟ الالكترومغنيتيك ويفز. طب والساوند؟
ده تبع الميكانيكال، اهو لسه قايلين ان الساوند تبع الميكانيكال. طب المره دي بقى اعمل نفس السؤال اللي فات واقول اصل ده ترافل ان فاكيوم وده نيدا ميديا تو ترافل ثرو. لا، ليه؟ لان اللايتنينج والساندر الاثنين بيحصلوا في الاتموسفير بتاعنا، والاتموسفير معناها ان في اير، يبقى انا مش هقارن من الناحيه دي. امال هقارن من ناحيه ايه؟ هو بيقول لك في واحد انت بتلاحظه قبل التاني، يبقى اكيد هو بيتكلم على سبيد. يبقى في الحاله دي هقول له ايه؟ هقول له because اللايت is from electromagnetic waves that have extremely high speed. ويبقى كتر خيرك لو كتبت النمبر. اوكي؟ while الساوند is from الميكانيكال waves اللي اخبارها ايه في السبيد؟ relatively low. اوكي؟ بعد ما خلصنا الجزء ده هنمسك الميكانيكال ويف ناخد عليهم اكزامبل ونقول على الامبورتنس بتاعتهم ان اور لايف، وهعمل نفس الشيء مع الالكترومغنيتيك. هنبدا بالميكانيكال ويف، هناخد اكزامبل على الميكانيكال. الساوند ويف، الساوند ويف استخداماتها كتير، ممكن نستخدمها في ايه؟ قال لك بنستخدمها في الاكزامينينج اند الكيورينج اكويبمنتس، اللي هي الاجهزه الطبيه، اسواء اللي بنعمل بيها اكزامينينج فحص او كيورينج معالجه للهيومن بودي. بس تيك كير، نوع الساوند ويف اللي بتستخدم في الاجهزه دي التراسونيك ويف، لازم احفظ الاسم ده، مش اي سونيك ويف، احنا بنستخدم الالتراسونيك ويفز. الساوند ويف كمان ممكن produce the من الميوزيكال انسترومنتس، بتطلع من الاجهزه الموسيقيه، والاجهزه الموسيقيه ليها تو تايبس، stringed musical instruments. اوكي، يعني ايه؟ يعني اجهزه موسيقيه فيها string، فيها اوتار. زي ايه؟ زي عندك الجيتار، زي الفايلن، زي اللوت اللي هو العود. في كمان عندي musical instruments اللي هي pneumatic musical instruments، اللي هي الاجهزه الموسيقيه الهوائيه اللي بننفخ فيها اير، يعني زي الفلوت وزي الريد بايب اللي هو المزمار. كمان الساوند ويف بروديوسد بتطلع من ايه؟ من الامبليفاير، مكبرات الصوت. كمان الساوند ويف بتبقى موجوده في الديفايسز، في الاجهزه، سواء اللي بتعمل ديستريبيوتنج او كنترولنج، بتتحكم في الساوند. اوكي، والكلام ده موجود فين؟ الاجهزه دي موجوده فين؟ في البرودكاستنج ستوديوز، اللي هي محطات الراديو يعني. اوكي، ناخد بقى استخدامات الالكترومغنيتيك ويف. الالترا فايولت ليها ميديكال يوز، ليها استخدام طبي، بنستخدمها في ايه؟ ان استريلايز السيتس اوف السيرجيكال اوبريشن روم، يعني بنعقم فيها الديفايسز، الاجهزه اللي موجوده في السيرجيكال روم، في غرف العمليات يعني. اوكي، طيب الاكس راي هي كمان ليها ميديكال يوز، ليها استخدام طبي. We use it in photographing the bones، بنصور بيها البونز لما حد فينا لا قدر الله بيتعرض لمثلا فراكتشر، بون فراكتشر، مثلا حد رجله اتكسرت او ايده اتكسرت، الدكتور بيطلب على طول اكس راي، اشعه. اوكي، ليه؟ عشان الاشعه دي بتعمل فوتوغرافينج للبون، بتصور البون وتحدد البون فراكتشر، مكان الكسر فين. كمان الاكس راي بنعمل بيها اكزامينينج للميتال رو، اللي هي الخام بتاع المعادن. ان الاندستري بيبقى محتاجين نتاكد من الرو الخام دوت، هل من جواه في ايرور، في اخطاء صناعه، او في بورز، في فراغات او كراكس، شقوق. اوكي، يبقى الكلام ده يهمني في الاندستري، يبقى هي ليها استخدام ميديكال واستخدام في الاندستري. بلس في الاندستري كمان بنستخدم الاكس راي عشان نعمل ستادنج للانر ستراكشر اوف المينرال كريستال، اللي هي الكريستالات بتاعه المينرالز. اوكي، عايزين نفحصها، نفحص الشكل الداخلي بتاعها، الاكس راي ممكن تساعدنا في ده. الجاما راي هي كمان ليها ميديكال يوز، بتستخدم في ايه؟ في تريتمنت اند ديسكفرنج، في علاج واستكشاف سام سويلنج، اللي هي زي تيومرز يعني، لا قدر الله لو حد عنده تيومرز. اوكي، بيستخدموا الجاما راي في اجهزه الاشعه فور تريتمنت اند ديسكفرنج. كمان الفيزيبل لايت ليه اهميه، ده طبعا برضو الكترومغنيتيك ويف، بنستخدمه في الفوتوغرافيك كاميرا. اوكي، تلفزيون كاميرا واللايت شو او الداتا شو، يعني الداتا شو دي اللي هي زي بالظبط، عايزه اقولها لكم ايه، ان احنا مثلا بيبقى في جهاز بيطلع لايت. اوكي، والجهاز دوت بيتعرض، اوكي، زي الشاشه بتاعه السينما كده، انه بيعرض الفيلم او البروجرام، بيعرضه لي على شاشه كبيره. اوكي،
ده اسمه الداتا شو. عندي كمان الانفراريد رايز، اوكي دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها، دي استخداماتها كتير بقى الانفراريد، بنستخدمها في النايت فيجن، الرؤية الليلية، اوكي. بيتم استخدامها باي الميليتري فورسز، لو مثلا الجيش مثلا بيهاجموا الاعداء بالليل، فطبعا الرؤية بالليل ما فيش لايت، فاستخدام الانفراريد اوكي بتخليهم يقدروا ايه يشوفوا بالليل، يبقى يوزد ان نايت فيجن. تمام. كمان بنستخدمها ان كوكينج فود. ليه؟ قال لك لانه الانفراريد هاز هيت افكت، او ممكن بدل هيت نقول ثيرمال افكت، اوكي. فور ذات وي يوز ات ان كوكينج فود. كمان الانفراريد بتستخدم ان الريموت سنسنج انسترومنتس، في اجهزه التحكم، اوكي، اللي بتستخدم في الساتلايت. طب والساتلايت ده هيعمل ايه؟ بيعمل فوتوغرافينج للايرث سيرفيس، اوكي، بياخد صور للايرث سيرفيس. كمان الريموت سيتس، اوكي، الاجهزه التحكم الريموت اللي بنتحكم فيها في الالكتريك سيت، لايك الدي في دي او التلفزيون او الاير كونديشنر، بيبقى موجود بتستخدم الانفراريد ريز. من الكلام ده اقدر استنتج انه في بعض الريز ليها ميديكال بيربوس، زي الالترا فايلوت وزي الاكس راي وزي الجاما راي، اوكي. وفي بعض بعض الريز ليها استخدام في الفوتوغرافي، في التصوير، زي الانفراريد والفيزيبل لايت، وممكن نزود كمان عليهم الاكس راي، لان هي كمان قلنا انها فوتوغرافينج بونز. اوكي، اتمنى يكون الدرس سهل يا شباب.